في الفقرة دي هخيرك ما بين حاجتين وتختار حاجة منهم. يا ساتر. ريال مدريد ولا برشلونة؟ برشلونة. بطولة أفريقيا ولا الدوري المصري؟ أفريقيا طبعا. مدرب الوطني ولا مدرب الأجنبي؟ هنا في النادي ولا في المنتخب؟ هنا في النادي وفي المنتخب، يعني ممكن تقول هنا إيه وفي المنتخب إيه؟ لا هنا 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 أجنبي، منتخب مصري. ممكن توضح بقى ليه؟ المنتخب طبعا تبقى جماهير مصر كلها، لكن مش جماهير متشددة قوي زي جماهير مثلا الأهلي، فاهم قصدي؟ بيبقى المدرب بيبقى تحت ضغوط عالية جدا، فاهمة؟ لكن مدرب منتخب مصر قدامه قماشة كبيرة يختار ما بينها، فيقدر يختار وبيبقى عارف اللعيبة في مصر بتبقى عاملة ازاي، مدرب منتخب مصر. لكن في النادي الأهلي هو عنده عدد محدد هو بيختاره كل سنة، المدرب الأجنبي، وعشان الضغوط كمان، يعني الضغوط اللي بره ما يسمعهاش، يعني لأن لو مدرب مصري دايما بيسمع الانتقاد، أي نقد بيسمعه، فممكن ده يلفت انتباهه أو، لكن لا يعني أنا من وجهة نظري ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط، لكن وجهة نظري في منتخب مصر يبقى مصري وفي النادي يبقى أجنبي. يعني يبقى أجنبي. أوكي. عكاوي ولا بط؟ أنا عارفة إنك بتحب الاتنين على فكرة. أنا بعشق الاتنين. أنا عارفة إنك بتحب الاتنين، فأنا جبت لك اختيارين، اختار بقى. ده لي أكل، ده لي وقت وده لي وقت. بس لا البط. بط. قولا واحدا. قولا واحدا. كنافة ولا قطايف في رمضان؟ أنا عارفة كلكم عموما ما بتحبوش السكريات. قليل يعني. لا أنا بعشق السكريات، بس أنا في فرق بين إن إحنا نحب وما ناكلش، وفي حاجة إن إحنا ما نحبش وما بتاكلش. ممنوع. أنا بحب وما باكلش، يعني في حاجات لازم أبقى ملتزم بيها، ولو كلت باكل حتة صغيرة. حتة مثلا قد كده. يعني بتحسش كده ان نفسك تكمل؟ نفسي، بس في حاجات لازم الواحد يتخطاها يعني عشان يقدر، في اهداف تانية مهمة اهم طبعا، فاهماني؟ طبعا. بس اكل مراتك ولا اكل ورا البيت؟ لا اكل مراتي. طيب باك شمال ولا قلب دفاع؟ وانا عارفة انك اتسألت السؤال ده من شوية، بس يعني ممكن اتنين. تقول لي ايه الحاجة اللي مثلا حاسسها قوي، يعني حاسس انها شبهك ما بتتعبش قوي فيها؟ مساك. اقل تعب شويه من الباك ليفت، اقل تعب شويه، لكن هما الاثنين متعبين طبعا، لكن هي اقل تعب شويه من الباك ليفت. تمرين ولا اجازه؟ انا عارفه انك بتحب تتمرن عموما. لا تمرين طبعا. محدش قال انا لو حد أجازة. انا لو يوم اجازه ببقى حاسس ان انا في حاجه ناقصاك في يعني. لا انا عايز انزل من البيت اروح جيم مثلا، لا في حق، فاهمه؟ يوم اجازه ده بتبقى الامور صعبه يعني، بتبقى الواحد مش متعود ان هو تمرين كل يوم وكده، الواحد مش عارف بعد ما يبطل كره يعمل ايه. لا ان شاء الله مش هتبطل. لا كده كده. لا مش دلوقتي، انا بتكلم في المستقبل. الموضوع التمرين ده له حياه الواحد. اديت الطاقه بتاعتك كلها. الله. خلاص ان شاء الله باذن الله. مستنيين لسه كتير والله. لا اكيد ان شاء الله. بره مصر ولا جوه مصر في الاجازات يعني؟ اه انا بحب مصر في الاجازات، انا ما سافرتش ولا مره بره مصر في اجازات لعلمك يعني، ولا مره في حياتي، ومش ناوي اعملها يعني، ممكن اعملها مره اتنين لكن مش دايما. انا يعني بحب اروح سهل حشيش، الغردقه، اماكن كلها جوه مصر. جوه مصر. حفله في الاوبرا الانغام ولا لعمر خيرت؟ لا انغام. 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 تحب تسمع انغام؟ انغام. موسيقى ما حد بيغني. فيلم في البيت ولا سينما مع صحابك؟ لا يعني ممكن انت لسه ممكن اختيار تالت. انا ما كنتش اعرف على فكره، كنتش اعرف ان انت لما بتتضايق بتروح السينما. لا الواحد. ممكن اختيار تالت، السينما مع مراتي. يا سلام. اجابه نموذجيه من راجل يعني مصري اصيل. مش عايز خناقه النهارده لازم. طيب لبس سبورتس ولا كلاسيك؟ لا كلاسيك. غريبه دي. لعيبة بتبقى دايما عايزة سبورتس كده. انا عندي لبس سبورتس كتير، لكن لا يعني اللبس الكلاسيك كده بيبقى شيك شوية في الخروج وكده، تشيميزات بقى وحاجات كده. تحب الصيف ولا الشتاء؟ لا الصيف طبعا طبعا طبعا. الشتاء ده ما بحبوش خالص. قهوة ولا مع شاي؟ مع ان انا في الشتاء ببقى أدائي في الملعب بيبقى أحسن من الصيف. إيه ده ليه؟
بحس ان انا بتعب اقل. الصيف متعب اكتر من الشتاء في الملعب يعني بالحراره والحاجات دي بتاخد من الباور من الميه اللي في الجسم. لكن الشتاء طبعا اقل يعني في المجهود. شاي ولا قهوه؟ قهوه. مصنف نفسك شخصيه هاديه ولا عصبيه؟ ده انا هادي جدا. انا هادي جدا. الاثنين لا بس انا هادي جدا. انا هادي جدا. انا قليل جدا لما اتعصب. الهدوء اللي هو ما قبل العاصفه. ايوه برافو عليك. يعني اللي هو انا ممكن افجركم دلوقتي. ايوه انا بفضل هادي 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 لغايه لما ممكن انفجر. نورتني يا كابتن واتبسطت جدا بالحوار معاك ونورت القناه ونورت البرنامج. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا مع نجم نادي الاهلي كابتن ايمن اشرف. نشوفكم في حلقه خاصه جديده مع نجم من نجوم النادي الاهلي.